مجهودات كبيرة ومبالغ طائلة تم صرفها لإنهاء معاناة قطاع الصحة في الجنوب، على غرار ولاية طمان راست التي استفادت من مستشفى الأم والطفل والذي فتح أبوابه خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن نقائص عدة لا زالت مسجلة على مستوى المؤسسة. هنا ما كانش الأطباء ناقصين، عندهم الماتريال، كاين كلش، قص العمال، نقص العمال، جيبوا لنا العمالة، لازم يحولوها 1 كيلومتر لا مشون باش تزيد المرة. هذاك ما بين يحولوها من المشون بالك ما كعرفوش يصرى لها في الطريقة. صح، تبارك الله، الإمكانيات اللي قدمتها الدولة دارتها في هذه العيادة يعني الجوارية الأمومة والطفولة، ماذا بينا يعني يكملوا خدمتهم. راهي الناس هنا كما نقولوا تعاني في المشكل نتاع العمليات الجراحية، راهي هنا المرة كي تدخل بالك كاينات حالات مستعصية تستلزم عملية جراحية، تتهز من هنا بالامبيلونس للسبيطار الكبير يمشون القديم. العمليات القيصرية لا تقام على مستوى المؤسسة الاستشفائية، حيث يتم تحويل المريضات لمستشفى مصباح بغدادي، مما يعرض صحة الحامل للخطر. عندنا مشكلة واحدة في عمليات السيزار نتاع النساء، كي يجوا يديروا عملية ينقلوا المرأة حتى للمشون، والمرأة مرات أحيانا تكون عندها 10 دقائق مسار كي باش تزيد، ممكن ما تلحقش عليها الإسعاف، ممكن تزير في الطريق. مصلحة واحدة اللي هي مصلحة التخدير والإنعاش اللي ممكن نقول احنا البلوك اوبيراتوار، وهذا الاخر هذه لغالب نظرا لانه عنده لي سبيسياليتي، عنده هاد الشبه طبيين متخصصين. هاد الشبه طبيين المتخصصين اللي عندنا نعانوا على مستوى الولايه نقص فادح فيما يخص اعوان التخدير والإنعاش. اموال طائلة صرفت على هذا المرفق المهم، إلا أنه لا يزال يعاني من نقص أطباء الجراحة على مستواه، مما يزيد من معاناة المرضى.